ما درنا العجينه قبل شويه اللي هي عجينه الزبده وشفنا القوام بتاعها وان هي تكون زي ما قلت لكم رطبه لكن في نفس الوقت ما تلصقش. عندنا حنديروها في حاجتي الاولى اللي هي البرجر زي ما درناها يعني قبل الفاصل، البرجر اللي يعني خبزه الهمبرجر اللي حتكون شكلها زي الدونت يعني تشكيله. هذه الاولى حنكون فيها اللي حندهنوا يعني من فوق هذه الخبيزه حندهنوها باصفار دحيه مع شويه من الياغورت اللي خليناه، وحنديروا لها حبة البركة، سمسم، حبوب الشيا، أي حاجة أنتوا تبوا تزينوا بها من فوق. وفي نفس الوقت حنحطوا شوية جبنة يعني أنواع جبنة، أنا مشكلة بين هنا الجبنة المبشورة البرمجان والشيدر وشوية من آسفة الموتزوريلا والشيدر وشوية من البرمجان، يعني هذه اللي حنحطوها فوق الخبزة حتعطيها هلبة هلبة شكل حلو. بالنسبة لي الحشوة عندي هنا دجاج، دجاج أنا مفبلاتها بأي تتبيلة أنتوا تبوها، حنقول لكم منيش حطيت فيه بالضبط يعني من تتبيله جافه، وحنديروها اللي هي باش يجينا كرانشي حنديروه بالدحي، حنفصوا فيه توا الدحي وبعدين حنديروا صينيه فيها دقيق ونغطسوا فيه الميه المسقعه. الحشوات مايونيز اي صوص عندكم، اي صوص مايونيز، انا هنا حنستخدم الحار، انتم تستخدموا التوميه، تستخدموا الصوص العادي مايونيز العادي، يعني اي صوص انتم تبوه مع الطماطم والخس هذا اختياريات. بالنسبه لي الثانية أو يعني التشكيلة الثانية اللي هي الفركسيه حنستخدمه فيه الأساسي اللي هو يعني لأي فركسيه الأساسي الحشوة متاعه اللي هو الطن، طن حنستخدمه من بريمة يعني حيعطينا هلبة هلبة طعمه حلو جديات يعني طن بريمة، وحنستخدمه الهريسة من البسمة والزيتون نفس الشيء اللونين من البسمة، وعندنا احنا الدحي المطبوخ حنديروه الشرايح والجرجير حتى هو اختياري، تقدروا حتى تستخدموا الخس، وبالإضافة نحن نقله يعني حتى هو بزيت بريمة واستخدمنا يعني في العجنة دقيق من بريمة ده الغداء. يعطيك الصحة يا زلمة.